السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم متابعينا الكرام. اليوم إن شاء الله راح نخصص تغطيتنا عن غسالة صحون بيكو والفرق بين غسالة بيكو 8 برامج و6 برامج و5 برامج. خلوكم معنا. الـ8 برامج عدد أدرجها 3، فيها درج إضافي للملاعب السكاكين وعدد مرشاتها 3. الـ6 برامج عدد أدرجها 2 وعدد مرشاتها 2. الـ5 برامج عدد مرشاتها 2 وعدد أدرجها 2. الـ8 برامج والـ6 برامج تعمل بماطور جديد اسمه سمارت انفيرتر، أعلى كفاءة وتوفير في الكهرب، بينما الـ5 برامج تعمل على النظام القديم. فرق البرامج الموجودة في الـ8 برامج وغير موجودة في الـ6 برامج والـ5 برامج هو برنامج العناية في الأواني القزاز وبرنامج ما قبل الغسالة. بالنسبة للبرامج الإضافية الموجودة في الـ8 برامج وغير موجودة في الـ6 برامج والـ5 برامج هو الغسيل الذاتي، موجود برنامج الغسيل الذاتي، التنظيف الذاتي وغير موجود. بالنسبة للبرامج الإضافية الموجودة في الـ8 وغير موجودة في الـ6 والـ5 برامج هو برنامج قفل الأطفال وبرنامج عناية في الأواني القزاز بكفاءة عالية. هذا الزر وظيفته تقليل وقت البرنامج، إذا كان وقت البرنامج عالي قم بضغط الزر هذا فيقوم تلقائيا بتقليل وقت البرنامج. موجود هذا في الـ8 برامج، موجود في الـ6 برامج وغير متوفر في الـ5 برامج. ميزة غسيل نصف الحمولة، ميزة غسيل نصف الحمولة موجودة في الـ8 برامج وموجودة في الـ6 برامج وموجودة في الـ5 برامج. في برنامج نادر ما يستخدم اللي هو برنامج تأجيل الوقت، موجود في الـ8 والـ6 وغير موجود في الـ5. في شيء أخير وأغلب الناس ترغب فيه وهي الشاشة، موجودة في الـ8 برامج وموجودة في الـ6 برامج وغير موجودة في الـ5 برامج. إنما الـ5 برامج تعلمك بالمرحلة، مرحلة الغسيل، مرحلة التجفيف، مرحلة نهاية الغسيل.